جوشوا في 15 من أكتوبر من العام 1989 في واتفورد لندن إنجلترا. والداه من نيجيريا ويبلغ طوله 1.98 متر. بينما ولد أندي رويز في 11 من سبتمبر من العام 1989 في إمبريال في ولاية كاليفورنيا. والداه من المكسيك ويبلغ طوله 1.88 متر. دافع مروج المباريات أنتوني جوشوا عن قراره بإقامة نزال الإعادة بين الملاكم البريطاني في الوزن الثقيل ضد المكسيكي الأمريكي أندي رويز بطل العالم في السعودية، وقال إنها ربما تغير الملاكمة إلى الأبد. وأبلغ إيدي هيرن في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين أن جوشوا ومنافسه وقعا على عقد إقامة نزال الإعادة في 7 ديسمبر كانون الأول في حلبة مفتوحة في الدرعية بالقرب من العاصمة الرياض. وخسر جوشوا ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية في نزاله ضد رويز في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك في 1 يونيو حزيران على أن ينص العقد على حقه في نزال الإعادة. وقال هيرن عن نزال الإعادة: تلقينا عروضا من السعودية ودبي وقطر وأبوظبي. كانت هناك مناقشات منذ فترة طويلة لإقامة مباريات في مناطق جديدة، وأضاف: يجب أن نعرف أن هناك منطقة أخرى من العالم خارج كارديف وماديسون سكوير جاردن، ولدينا رغبة في تطوير الملاكمة في مناطق جديدة. وأضاف أن هذا الحدث ربما يغير الملاكمة إلى الأبد لو تستثمر السعودية مثل هذه المباريات، ومع التعداد السكاني الكبير فيها فهناك إمكانية لنمو الرياضة وربما نشاهد تغيرا كبيرا في الرياضة. وأشار هيرن إلى العديد من الأحداث الرياضية الدولية التي استضافتها السعودية في السنوات الأخيرة، من بينها بطولة العالم لسباقات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية، وجولة في بطولة الجولف الأوروبية، وكأس السوبر الإيطالية، والملاكمة والمصارعة. وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن استضافة أغلى سباق للخيول في العالم في عام 2020 بجوائز مالية تصل إلى 20 مليون دولار. وقال هيرن: هذا حدث كبير للملاكمة ولحظة فارقة، وردود الأفعال كانت إيجابية وسلبية، وأضمن لكم أن العالم كله سيشاهد هذا النزال بدافع الفضول. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.